أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ساعة في الاقتصاد. نتحدث اليوم عن المشاريع التنموية في المدن. تتنافس السياسات التنموية بدعم من الاستراتيجيات في تعزيز المناخ الاستثماري للمدن لتطوير مشاريع استثمارية طويلة المدى وتفعيل دورها في استقطاب رؤوس الأموال التي تضيف بعدا تنمويا للمدن مع إشراك القطاع الخاص في القرارات الاستراتيجية التنموية. أرحب بضيفي في استوديو لهذا اللقاء الدكتور أمير علوان، أكاديمي باحث متخصص في التخطيط الحضري بمعهد الإدارة العامة. أهلا بك معنا دكتور أمين. أهلا وسهلا. أيضا نرحب بضيفنا من المدينة المنورة الأستاذ يوسف رفا، نائب الرئيس التنفيذي للتنمية التجارية في نماء المدينة. أهلا بك معنا أستاذ يوسف. وبعد قليل ينضم إلينا الأستاذ منصور أبو رياش، عضو الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة. دكتور أمير، قبل أن نستهل حوارنا ننتقل مع لمتابعة التقرير التالي حول تنمية المدن في من ناحية تنموية اجتماعية اقتصادية. نتابع معا إذا التقرير التالي ثم نستهل حوارنا. تتنافس السياسات التنموية بدعم من الاستراتيجيات التخطيطية في تعزيز المناخ الاستثماري للمدن واستهداف المشاريع الاقتصادية ذات الطابع المستدام. وأصبحت المدن اليوم تستحدث برامج ذكية لتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين مع تسهيل الإجراءات لتطوير مشاريع استثمارية طويلة المدى. وتستهدف الأنظمة الحكومية تفعيل دورها في استقطاب رؤوس الأموال التي تضيف بعدا تنمويا للمدن مع إشراك القطاع الخاص في القرارات الاستراتيجية التنموية. وأظهرت مدن مثل الرياض وجدة والمدينة المنورة مؤشرات مرتفعة في الجاذبية الاستثمارية ونماذج غير مسبوقة من المشاريع التنموية للقطاع الخاص الذي استفاد من المناخ الآمن والاستقرار الاستثماري. وباتت تلك المدن وغيرها حاضنة لأركان التنمية من مؤشرات ومشاريع لعب من خلال القطاع الخاص دورا استثنائيا في خطط التنمية الشاملة للمدن. وأظهرت محاور خطط التنمية تنوع في القاعدة الاستثمارية وتحقيق التوازن العادل بين الاستثمارات المستدامة وابتكار الحوافز الجديدة لتحسين أوجه التنمية مع التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة للمدن. أرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة جديدة وبالدكتور أمير. دكتور، في البداية عندما تحدث عن التنمية الحضرية، التنمية أو المشاريع التنموية التي تقام في المدن، أين تكمن هذه أهمية هذه المشاريع وأهدافها بشكل عام؟ نعم، في البداية الحقيقة يعني أشكركم على طرح هذا الموضوع، موضوع التنمية وتنمية المدن والتنمية الحضرية. هي الحاجة من الموضوعات المهمة والموضوعات اللي لم يسلط عليها الضوء بشكل كبير. نعم. وأعتقد أنه جل الحقيقة الاستثمارات اللي تصرفها الدولة هي الحقيقة في البنى التحتية للمدن، من طرق ومن حدائق ومن شبكات صرف صحي وشبكات مياه وغيرها. فبالتالي أعتقد أنه عملية التنمية الحضرية هي عملية متكاملة، منظومة تحتاج إلى أن تدرس بشكل صحيح. نعم. توضع ضمن خطط استراتيجية متكاملة. نعم. والحقيقة الآن طبعا الكثير من المدن بدت أو وجد عندها نوع من المخططات الاستراتيجية والمخططات الشاملة. نعم. هذه المخططات الشاملة طبعا تضع خطة بعيدة المدى 15 إلى 20 سنة. نعم. لتنمية هذه المدينة من جميع الجوانب. طبعا احنا في الغالب نتكلم عن الجوانب العمرانيه، لكن لا يمكن ان تنمي المدينه من الجانب العمراني بدون ان تدرس الجانب الاجتماعي. نعم. والجانب الاقتصادي والجانب البيئي. نعم. فبالتالي الان اصبحت الكثير من المدن تسلط الضوء على هذه الابعاد وتاخذ في الاعتبار عند التنميه الحضريه البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد. نعم. البيئي والاداري وغير القضايا الاخرى. نعم. دكتور أمير، ننتقل إلى ضيفنا من مكة، من المدينة المنورة. آسفة أستاذ يوسف، أرحب بك معنا مجددا. نتحدث معك عن مشروع نماء المدينة، حدثنا بداية عن هذا المشروع والهدف الاستراتيجي في البداية، الهدف من إنشاء هذا المشروع. نعم، مشروع نماء المنورة هو حقيقة عبارة عن الذراع الاستثماري لوقف المنورة،
والذي أسس تقريبا من سنتين في المدينة المنورة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. المدينة المنورة فيها مشاريع ضخمة كثيرة ومشاريع استثمارية وبنية تحتية، وفرصة الاستثمار فيها كبيرة، وبالتالي كان لابد من وجود محفز يربط بين هذه المشاريع وبين الفائدة الاقتصادية في المنطقة. ولهذا وجد مؤسسة نماء المنورة التابعة للوقف، والتي بدورها أنشأت مجموعة من المؤسسات التابعة لها لخدمة قطاع الاقتصاد والمنشآت المتوسطة والصغيرة. هذه المؤسسة يعني أو الهدف الاستراتيجية أستاذ يوسف من إنشاء هذه المؤسسة، هي أهداف وضعتها الجهات الحكومية المعنية أم القطاع الخاص وذراعه؟ طيب، هي حقيقة مشتركة في تعاون كبير بين نماء المنورة وبين جهات حكومية مختلفة وقطاعات حكومية مختلفة. هدفها تخدم القطاع الخاص والأفراد ورواد ورائدات الأعمال وأيضا المنشآت المتوسطة والصغيرة في المنطقة. نعم. من عدة مشاريع، منها ما هو مركز على سهولة الإجراءات الحكومية من خلال مركز الخدمة، منها ما هو مركز اعتماد للمنتجات المصنوعة في المدينة من خلال برنامج صنع المدينة، أيضا قطاع التجزئة ومشروع متاجر صنع المدينة، ومشاريع في الإعلام والتطوير الإعلامي. نعم دكتور أمير، يعني هذه تحدثنا عن هذه المشاريع، عن أهمية هذه المشاريع في التطوير أو في تنمية المدن كافة. هذه الأهداف الاستراتيجية، نعود إلى نفس النقطة، ربما هي تضعها وزارة الاقتصاد والتخطيط، الوزارات المعنية، أم جهات أخرى كالغرف التجارية تحت مظلتها القطاع الخاص؟ طبعا الحقيقة احنا عندنا طبيعة التخطيط هو تخطيط مركزي، وبالتالي الجهات المركزية في القطاعات الحكومية المختلفة، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع البلديات، قطاع الإسكان، تضع الخطط الاستراتيجية التابعة لها، ومن ثم تضمنها الحقيقة ضمن الخطة التنمية الشاملة اللي تصدر كل 5 سنوات. فبالتالي الخطط توضع من خلال الجهات المركزية المعنية. نعم. لأن كل جهة الحقيقة هي تعرف طبيعة الاحتياجات وطبيعة المطلبات لكل مرحلة بالضبط، فبالتالي هي تضع الخطة حقتها وتضعها الحقيقة من ضمن الأهداف الاستراتيجية. يعني تلاحظين الخطة الخمسية الشاملة تتكون من عدد من الأهداف الاستراتيجية. لكل قطاع من القطاعات المذكورة لها هدف استراتيجي معين. فبالتالي الجهة المعنية تحاول أن تحقق هذا الهدف الاستراتيجي. مثلا في قطاع الإسكان على سبيل المثال، كيف تحقق الإسكان المناسب للمواطن السعودي مثلا. في قطاع الصحة مثلا، كيف تحقق مثلا الصحة الجيدة للمواطن، وهكذا. فبالتالي تضع من خلال هذه الأهداف الاستراتيجية أدوات وسائل وأساليب لتحقيق هذه الهدف الاستراتيجي. ننتقل إلى مكة المكرمة مع ضيفنا أستاذ منصور أبو رياش، أرحب بك معنا في هذه الحلقة. أستاذ منصور، كعضو في غرفة مكة، ما هو دور الغرف التجارية في دعم إنشاء مدن مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتنمية المدن كافة من النواحي الاجتماعية الاقتصادية التنموية وغيرها؟ أحييكم والإخوة المشاهدون، والتصحيح أنا رئيس الغرفة التجارية، اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بمكة. ورجل أعمال. بالنسبة لتطوير مدن يقوم بها القطاع الخاص تصطدم بعقبات كبيرة جدا. أولا مشكلة الكهرباء ومشكلة الخدمات، فعدم وجود الخدمات المرفقية بالتالي يضمحل فكرة إنشاء مشاريع إسكانية متاخمة للمدن أو في أطراف المدن، لأنه الكهرباء في مشاريع بسيطة مساحتها 30,000 متر بتطلب حوالي 300 مليون أو 260 مليون حتى إيصال الخدمة. وكذلك بالنسبة للمياه، شركة المياه والصرف الصحي، وناهيك عن الهاتف والمرافق الأخرى. فكيف يتم التعاون إذا كان هناك مدينة فيها تقريبا 1,000 مسكن وحدة سكنية ويتطلب دعمها ب3,000 أو 4,000 مليون لمرفق الكهرباء فقط، وكذلك المياه 2 مليار؟ فهذه تكفي لإنشاء مدينة، الرسوم التي تدفع للخدمات تكفي لإنشاء مدينة كاملة. فكيف يستطيع المستثمر أن يساهم وأن يضحي في إقامة مدن خضراء أو مدن سكنية، والمساهمة مع وزارة الإسكان لحلحلة موضوع النقص الكبير جدا
في مشاريع الإسكان وخاصة للمستحقين في شرائح وزارة الإسكان. طيب من وجهة نظرك كيف السبيل لحل هذه المسألة أستاذ منصور؟ والله هو الآن وزارة الكهرباء، وزارة المياه، وشركة المياه، والهاتف، والمصالح الحكومية والمرفقية لابد أن تجتمع مع وزارة الإسكان ومع وزارة المالية لوضع حلول جذرية وعملية ومنطقية. أيضا هذه الجهات المرفقية مثل شركة المياه الوطنية والصرف الصحي بتخالف الأنظمة والتعليمات لنكون بشفافية. الصادر قرار مجلس الوزراء يشرع أن أي مخطط ينشأ إذا لم يكن بالقرب منه شبكة المياه والصرف الصحي فلا يكلف صاحب المخطط بإيصال الصرف الصحي والخدمات. الآن أستاذ منصور يعني المسألة تغيرت، يعني تم تغيير مسميات لوزارات، فصل يعني مهام وزارة وإسنادها لوزارة أخرى، على سبيل المثال وزارة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، وزارة أخرى وزارة المياه والزراعة أسندت إليها. يعني هنا أيضا مع يعني هذه الهيكلية الجديدة لبعض الوزارات قد يعني أيضا تساهم في حل هذه المسألة. وإحنا نطلب تفعيل قرارات مجلس الوزراء الصادرة لأصحاب المشاريع أن تقوم على تنفيذها الوزارة أو شركات المياه أو الوزارات المعنية، لأنه هو تشريع صادر من قرار مجلس الوزراء ولا يمكن التعديل عليه إلا من مقام رئيس مجلس الوزراء الموقر. بالتالي دعم هذه المشاريع بإيصال الخدمات. إذا كنت أنا مثلا مجموعة محفظة بثلاثة مليار أو أربعة مليار لإنشاء مدينة سكنية وأطالب بستة مليار لإيصال الخدمات، كيف أحمل المواطن أو المستفيد من وزارة الإسكان الوحدة قيمتها 500,000 أبيع الوحدة بمليون ونص؟ فمعناته يقول لك مغالاة وهوامير أراضي وهوامير مساكن. وهذه المقولة تعاد ثاني مرة بدون أن يعلموا الحقيقة من يكتب عن ذلك. طيب سوف نعود إلى هذه النقطة. أستاذ يوسف أعود إليك، مؤسسة نماء المنورة كذراع استثماري هام جدا يستقطب رؤوس الأموال، رؤوس أموال القطاع الخاص، ما هي مقومات المزايا النسبية للمدينة والتي دعمت هذا الطرح وإنشاء هذه المؤسسة التي قد تفتقد لها مدن أخرى أيضا؟ هو بس تصحيح بسيط، هو لا نماء المنورة لا تستقطب أموال القطاع الخاص، وإحنا نعمل بشكل مقرب جدا مع جهات حكومية مختلفة في الدولة لتفعيل وتحريك الاقتصاد في المنطقة. عودة على موضوع الميزة التنافسية في المدينة، أحد الدراسات البسيطة التي قمنا بها أول ما بدأنا هو موضوع العمل على زيادة ورفع الميزة التنافسية للمدينة من خلال برنامج صنع المدينة. طبعا البرنامج كان قديم وطلب من عدة جهات، لكن الحمد لله قمنا بتنفيذه خلال سنة واحدة، يخدم التجار والصناع الموجودين في المنطقة من خلال وضع علامة أو براند على منتجاتهم لرفع قيمتها في السوق. من جهة أخرى نقوم نحن في نماء المنورة من خلال هذا البرنامج بالتسويق والترويج للعلامة وجودتها وتوفرها لكل الشريحة المستهدفة، وهم حجاج وزوار المنطقة في المدينة المنورة. طبعا التسويق لهذه المنتجات والتسويق لهذه البرنامج بشكل عام يبدأ من مدينة الحاج أو من بلده إلى أن يصل إلى الحرم النبوي الشريف. في جميع التاتش بوينتس أو النقاط اللي يلتمس فيها في المدينة المنورة، من خلال أيضا المنظومة المتكاملة التي تقوم فيها نماء المنورة، المتاجر، البيع، المنتجات اللي نقوم بالتعاون فيها مع الصنع، مع التعاون مع الجهات المصنعة والشركات في المدينة المنورة. نعم دكتور أمير أعود إليك، هل لدينا في المملكة مراكز أبحاث متخصصة في مسألة التخطيط الحضري، يعني كيفية الاستفادة من المزايا النسبية لكل مدينة على حدة، وبالتالي إنشاء مؤسسات أو مشاريع تهدف بشكل أساسي واستراتيجي إلى تنمية هذه المدن؟ جميل. طبعا الحقيقة قبل ما أجيب على هذا السؤال أحب يعني أؤكد على نقطة ذكرها الزميل في مكة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
أعتقد أن العلاقة طبعا علاقة تكاملية وعلاقة ضرورية جدا لنجاح التنمية في المدينة، وطبعا طبيعة هذه العلاقة علاقة ديناميكية ومتغيرة. لكن مع مزيد الأسف أنه يعني في المملكة في تحديات تواجه مثل هذه العلاقة، هناك تحديات تنظيمية، هناك تحديات إجرائية، هناك تحديات تشريعية مؤسسية وغير الحقيقة. طبعا هذه التحديات هناك جهات حكومية معنية بهذا الجانب وتعمل حقيقة على تدليل مثل هذه التحديات لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص والمشاركة والاستثمار في تنمية المدينة والبنى التحتية في داخل المدينة. فيما يتعلق بالسؤال، هل هناك مراكز أبحاث متعلقة بدراسات العمرانية أو دراسات التخطيطية الحضرية؟ نعم، الحقيقة في أغلب الجامعات في الأقسام معنية بخريج أو تخريج الدارسين، وفي داخل هذه الأقسام داخل هذه الكليات متخصصين وباحثين الحقيقة يبحثون في مجال التنمية الحضرية وفي مجال التخطيط الحضري. لكن هل هناك مركز متخصص في هذا المجال بالتحديد؟ لا يوجد حقيقة. يعني على سبيل المثال وزارة الشؤون البلدية القروية تعمل دراسات وتعمل أدلة لبعض القضايا التخطيطية مثل التنمية داخل المدينة، بعض المعايير التخطيطية والاشتراطات ومطلبات التنمية في بعض الجوانب التخطيطية. بعض الجامعات تدرس بعض الجوانب المتعلقة مثلا بموضوع الإسكان، موضوع النقل والبنى التحتية، لكن هي مشاركات بحثية من خلال أفراد وليس من خلال مؤسسات. وبالتالي أعتقد أنه الحقيقة مثل ما ذكرت في بداية اللقاء، نحتاج أن ننشئ مركز متخصص. لأنه حجم الاستثمار في التنمية في داخل المدن حجم كبير وهائل، ويحتاج إلى 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 مثل ما ذكر زميل والزملاء إلى نوع من التنسيق والتنظيم، بحيث أنه هذه الموارد تصرف بالشكل الصحيح وفي الاتجاه الصحيح لخدمة المواطن وتوفير الرفاهية ولإعداد السعادة للمواطنين والساكنين في داخل المدينة. نعم، أعود إليك أستاذ منصور وإلى نقطة دور الغرف التجارية في هذا المجال في دراسة المياز النسبية لكل مدينة على حدة والعمل عليها لزيادة التنمية فيها، لخلق وظائف جديدة، لدعم المؤسسات الصغيرة أو المنشآت الصغيرة المتوسطة فيها. ماذا عن يعني غرفة مكة ودورها في هذا المجال؟ الآن تشهد مناشط كبيرة ويقوم عليها رئيس مجلس الإدارة والزملاء أعضاء مجلس الإدارة وورش مستمرة، ولكن الغرفة التجارية أو الغرفة التجارية بالكامل إذا لم يكن هناك تشريع لأمانات المدن ووزارة الإسكان والصناعة والجهات الأخرى في تدليل العقبات وإعطاء الصلاحيات للغرف وإعطائها أراضي لهذه المناشط، فكيف تستطيع الغرف أن تتقدم؟ طالبت الغرف باستبيان عن أعمال الحج ارتفاع عدد الحجاج السنوي من عدة جهات، على مرور سنتين لم تجاوب هذه الجهات إطلاقا بالنمو العددي بالنسبة للحجاج القادمين أو المعتمرين. كذلك عدم وجود تعاون حقيقي حتى في نقل مشاكل القطاع الاقتصادي للعقار أو الصناعي إلى أمانات المدن، لا يوجد هناك تجاوب، ويؤخذ الموضوع في شخصنا والتحامل على الغرفة أو أعضاء الغرفة أو المناقشين من جهة الغرفة. فالمفروض هناك جهاز رقابي إداري موجود يكون له سلطات تنفيذية، ونأمل من وزارة الإسكان ووزارة الصناعة والجهات الأخرى أن تمد يدها إلى الغرف وأن تحلحل بعض المشاكل مع وزارة البلديات ومع وزارة المياه ومع شركات المياه والصرف الصحي والمرافق، لكي تستطيع الغرفة التجارية من خلال رجال الأعمال والمحافظ العقارية والمحافظ الصناعية والمناشط الشبابية الذين هم في حاجة أن نمد لهم يد المساعدة، أن تقوم الغرفة بواجبها. ولكن بدون التعاون لا تستطيع الغرفة التجارية أن تقدم ولا تؤخر، وصوتها يصل إلى الإعلام ولكن غير مسموع من أغلب الجهات. طيب أستاذ يوسف، أعود إليك، كيف تساهم يعني مؤسسة نماء المنورة في دعم اقتصاد المنطقة بشكل عام؟ طيب بس إضافة بسيطة للنقطة السابقة، أنا أؤكد على كلام إخوتي الزملاء على ضرورة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وأهميتها، ولدينا في ذلك تجربة كبيرة ومهمة جدا في المدينة المنورة وهو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، تجربة ناجحة جدا، وأنا أدعوكم أدعو الجميع لزيارة المدينة المنورة ولرؤية التجربة بنفسهم في هذا الموضوع. بالنسبة لنماء المنورة هذا أحد أدوارها في ربط العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام، حيث إحنا نعمل كقطاع خاص مع الجهات الحكومية المختلفة في تسهيل وإنجاح التجارب الموجودة والبرامج الموجودة. نعمل بشكل كبير جدا مع هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة بالإضافة إلى هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة على إنجاح التجارب المطلوبة منهم أو المشاريع التي يقومون عليها، بالإضافة إلى مشاريع نماء المنورة التي أصلا يعني وجدنا أنها متوافقة ومترابطة بشكل كبير جدا مع مشاريعهم التي يعملون عليها. فدور مهم ودور كبير جدا، ولدينا في ذلك تجربة جميلة، أتمنى أنكم تزوروا المدينة وتشوفوا التجارب اللي موجودة وتقوموا بزيارة مركز الخدمة اللي موجود الذي يسهل إجراء المعاملات الحكومية، بحيث أنه أي رائد أعمال أو رائدة أعمال يمكنهم إنجاز معاملات الحكومية بكل يسر وسهولة في مكان واحد في مقر واحد موجود أهم الجهات الحكومية اللي موجودة اللي يحتاجها رائد الأعمال. معامل المنور الإبداع حيث نقوم فيها بعمل تدريب لسيدات المدينة، تدريب حرفي، وأيضا مكان مخصص للإنتاج، فهم يقومون بتدريب هؤلاء السيدات ويساعدونهن في إنتاج منتجات مصنوعة في المدينة بأيدي مدينية، بعد ذلك ممكن بيعها في متاجر صنع المدينة موجودة في أهم المناطق التاريخية والإسلامية في المدينة مثل الحرم، مسجد قباء، قبلتين، ومنطقة السيد الشهداء وغيرها من هذه الأماكن. طيب سؤال هنا أستاذ يوسف، متكاملة دائرة. نعم. متكاملة. نعم. سؤال هنا أستاذ يوسف، كيف تمكنت المدينة المنورة من أن تذلل هذه العقبات التي أشار إليها الأستاذ منصور على سبيل المثال أو دكتور أمير فيما يخص التنسيق بين الجهات الحكومية مع القطاع الخاص؟ يعني كيف تذلل يلون هذه العقبات البيروقراطية التنظيمية التشريعية التي قد تواجهونها؟ حقيقة هي جهود صعبة وكبيرة تقوم بها الإدارة طبعا. نعم. بس في النهاية هي التنسيق بشكل إيجابي ومع الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضا، لكن في النهاية هي تعود للقيادة. وهنا يعني أنتهز فرصة لأشكر سيدي سمو الأمير فيصل بن سلمان، حيث دوره كقائد سهل أمور كثيرة في هذا الموضوع، وأيضا إدارة نماء بشكل عام، يعني التعاون الكبير بين الأفراد والجهات الحكومية كان في تجاوب كبير منهم أيضا لتسهيل هذا الموضوع والتعاون لإنجاحه. الهدف الأساسي كان فعلا إنجاح التجربة. نعم. والعمل على يعني تسهيل جميع العقبات. نعم. دكتور أمير، برأيك ما السبيل يعني لأن تكون هذه التجربة نموذج يعمم على كل المدن؟ نعم طبعا، يعني أنا أؤكد ما ذكره الزملاء، يعني في تجارب ناجحة يعني في عملية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، والحقيقة يمكن الدور لمجلس المنطقة، مجلس المنطقة له دور كبير لو تم تفعيله بالشكل الجيد، لأن مجلس المنطقة هو عبارة عن ممثلين جميع الجهات الحكومية وجميع القطاعات في نعم. في المنطقة نعم. وأيضا ممثلين عن القطاع الخاص. صحيح. ويرأس مجلس المنطقة أمير المنطقة، فلو تم تفعيل هذا المجلس بشكل جيد، والحقيقة هناك بعض المجالس في بعض المناطق تعمل بشكل جيد ولديه دراسات نعم. ولديها بحوث وتستعين ببعض الجهات الأكاديمية لدراسة بعض القضايا المتعلقة بالتنمية. فأعتقد أنه يجب أن نبني على بعض التجارب الناجحة من تجربة المدينة نعم. مثل ما ذكر الزميل، وأيضاً الحقيقة نفعل مجالس المناطق، يعني رغم أن نظام المناطق أشار بشكل واضح وصريح إلى أن دور مجلس المنطقة الحقيقة عملية تعزيز التنمية في المنطقة وعملية التكامل بين المدن والقرى والمراكز في داخل المنطقة، وبالتالي أعتقد لو تم تفعيل هذا المجلس بشكل جيد سوف يساعد في دعم عملية التنمية في داخل المدن. نعم. فيما يتعلق بالميزة النسبية اللي يمكن سألت فيها الأخوان بشكل كبير، أعتقد أن الحقيقة في دراسات كبيرة عملت نعم. في وزارة الشؤون القروية، أيضا الحقيقة منتدى الرياض الاقتصادي، منتدى الاقتصادية له دور كبير نعم. الحقيقة في وضع مثل هذه الدراسات، أوضحت النموذج أو الميزة النسبية لكل منطقة نعم. وأيضا حتى على مستوى المدن أيضا أوضحت ما هي الميزة النسبية لكل مدينة، يعني مثلا على سبيل المثال مكة المكرمة ما هي الميزة النسبية لمكة المكرمة،
وجود الأماكن المقدسة فيها، الحج العمرة، فبالتالي لكل مدينة ولكل منطقة هناك ميزة نسبية تحتاج أن تدعم وتفعل وتوجه الحقيقة القطاع الخاص والمستثمرين للاستفادة من هذه الميزة النسبية. يعني قبل عمل مثل هذه الدراسات سابقا كنا نعتقد أن في بعض المناطق في الأطراف مثلا في الجنوب أو في الشمال أن ليس المدينة نسبية، لكن هذا غير صحيح. صح. عند دراسة مثلا منطقة جيزان على سبيل المثال لوحظ أن عندها ميزة نسبية في الزراعة، عندها ميزة نسبية في السياحة، ففي صحيح. مقومات تحتاج إلى أن تنمى وتطور وتوجه حق الاستثمارات لها سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص لدعم التنمية وتطوير المنطقة بشكل أو بآخر. أستاذ منصور أعود إليك، كيف يمكن يعني أن يعني جعل القطاع الخاص يقوم بدوره في إنشاء ربما تكتلات اقتصادية تدعم هذه المدن، تزيد من فرص من جاذبية الاستثمارات إليها، يعني زيادة تدفق رؤوس الأموال إليها بشكل يؤدي إلى تنميتها بشكل أكبر؟ والله الحقيقة لابد أن أطرح موضوع في منتهى الشفافية وبكل صراحة. نعم تفضل. الأمانات المدن غير جاذبة للاستثمار، ونشهد في الوقت الحاضر من الاحتكاك بالزملاء كثير من الأموال تم تصديرها إلى خارج المملكة. أولا لابد فتح قناة للتواصل مع المستثمرين ومشاريعهم المعطلة في المجلس الاقتصادي الأعلى، وأتمنى على القيادة الحكيمة أن تجعل لنا قناة للتواصل. أنا من تجربة لدي في مدينة مكة المكرمة مشروع تطويري 15 سنة لما أخذ عليه تصريح في منطقة حساسة، مشروع يكلف 3 مليار، فما بالك بتكتلات إن وجدت كيف يكون المناخ إن لم يكن المناخ مناسب والتسهيلات موجودة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في التعامل مع المستثمرين. لا يمكن أن يصبح هناك تكتل ولا تكون بيئة صالحة أو جاذبة للأموال أن تعمل، ولكن لابد في إفساح المجال والمناخ المناسب لإعادة رؤوس الأموال الخارجة من المملكة ووجود تكتلات اقتصادية من رجال أعمال والشركات للإطلاع بدورهم في تنمية المدن وأطراف القرى. طيب أستاذ منصور، يعني هذه الـ 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 يعني الأنظمة تطبق على جميع المدن، إن كان هناك نوعا ما بيروقراطية في بعض الجهات الحكومية، ولكن هذا الأمر مطبق في كل في يعني على أراضي المملكة. بعض المدن تمكنت من تخطي هذه العقبات. والله الحقيقة عندنا في مكة أنا طرحت لك مشكلة، قرار مجلس الوزراء يحدد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية أن تكون ملاصقة لها. شركة المياه في مكة تتعند لو 10 كيلو موجود الخطوط على المستثمر أن يسحبها، وهذه بقيمة المخطط نفسه. قرار مجلس الوزراء واضح، ولكن لابد جهاز رقابي يجبر هؤلاء الشركات أو المؤسسات أو الدوائر الحكومية على تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء لكي يكون الأمر في تحكيم وفي رادع لمن أن يكون وصي على قرارات صادرة ويجب أن تنفذ. طيب استاذ يوسف اعود اليك، ونعود الى يعني مشاريع المدينه المنوره، والان يعني مع بعد اعلان رؤيه المملكه 2030 ايضا اعلان برنامج التحول الوطني لكل وزاره مبادرات خطط يجب تطبيقها، وانشئ ايضا جهاز لمراقبه اداء الاجهزه الحكوميه، كيف يعني تساهمون ايضا في تحقيق رؤيه المملكه 2030 بعيده المدى في تنمية المدن، في تحقيق تنمية مستدامة، في خلق وظائف، في يعني دعم القطاع الخاص بشكل مباشر؟ طيب قبل أن أجيب أحب أدعو الأستاذ منصور وأدعوكم جميعا لزيارة المدينة المنورة ومشاهدة تجربة تعاون نماء المنورة مع أمانة المنطقة. طبعا لا أدعي الكمالية، ولكن هناك تعاون الحمد لله كبير بين أمانة المنورة أمانة المنطقة مشكورة في دعم عدة مشاريع في نماء المنورة، والحمد لله أسفرت عن تجارب ناجحة. إجابة على السؤال، حقيقة زي ما ذكرت لك قبل قليل هناك عمل مشترك بيننا وبين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة مكافحة توليد الوظائف ومكافحة البطالة لإنجاح التجارب الموجودة في نماء المنورة
والتي تتقاطع وتتماشى بشكل كبير جدا مع خطة ورؤية المملكة 2030. طبعا قبل الإعلان على الخطة كانت هناك لدينا يعني مصفوفة لتقاطع مشاريع النماء المنورة مع الخطة 50-10، والحمد لله الآن بعد تحول ذلك إلى خط رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني لازالت الكثير من مشاريعنا يعني متطابقة مع الرؤية. كل مشروع من مشاريع النماء المنورة لن يتم اعتماده إن ما كان هناك أو إن ما كان هذا المشروع يهدف إلى الاستدامة. فأهداف مشاريع المنورة مشاريعنا في نماء يجب أن تكون مشاريع مستدامة حتى يتم إطلاقها والبدء فيها. سبيكينج أو نتكلم عن مشروع مثلا قطاع التجزئة كمشروع المنورة للإعلام، كل تلك المشاريع وغيرها من المشاريع، مبدأ الاستدامة هو مبدأ أساسي في هذه المشاريع. نعم دكتور أمير، يعني في نفس السياق مع إعلان رؤية المملكة 2030 والتي تهدف بشكل أساسي إلى التركيز على الميزة النسبية للاقتصاد، دعم الاستثمارات، دعم القطاع الخاص، زيادة الاستثمارات، القطاع الخاص ما الذي يحتاج إليه كي يلعب دوره بالفعل بتنمية المدن وتحقيق أهداف رؤية 2030؟ طبعا يعني مثل ما تفضلتي، اعتقد التحولات التي حصلت في الفترة الأخيرة فيما يتعلق ببرنامج التحول الوطني وأيضا رؤية المملكة 2030، جميع الحقيقة الجهات الحكومية وضعت لها أهداف استراتيجية. صحيح. وأيضا من خلال هذه الأهداف الاستراتيجية كلفت كل جهة بعمل مبادرات، المبادرات هذه أيضا لابد من آليات لتنفيذ وتحقيق هذه المبادرات. نعم. وطبعا جزء كبير من هذه المبادرات الحقيقة تعتمد على شراكة القطاع الخاص. الإشكالية يعني سابقا في التنمية وفي بناء المدن عندنا في المملكة تعودنا على الاقتصاد الريعي، بمعنى أنه القطاع الحكومي هو الحقيقة المحرك وهو الأساس في عملية التنمية. نعم. في داخل المدينة أو في المنطقة. الآن طبعا مع الرؤية ومع برنامج التحول الوطني هناك الحقيقة توجه كبير لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، واعتقد أن القطاع الخاص لكي يشارك بشكل كبير وبشكل فعال مثل ما ذكروا الحقيقة الأخوان لابد من تعزيز البيئة الاستثمارية. البيئة الاستثمارية في بعض المناطق وفي بعض المدن أنا أتفق الحقيقة مع زميل مكة يمكن تكون طاردة غير مشجع، وهذه يعتمد بعض الأحيان على الجوانب التنظيمية، الجوانب التشريعية، الجوانب الجرائية، لكن لا يمكن أن نعمم هذه التجربة. يعني هناك مدن في عملية الدعم لشراكة القطاع الخاص، عملية الحصول على التراخيص سواء تراخيص في بناء بنى تحتية في داخل المدينة أو أي نشاط آخر في داخل المدينة، هي الحقيقة تحصل بشكل سريع وإلكترونيا. يعني في مدن تتميز بأنه حصلت على جوائز إقليمية ومحلية في عملية الحصول على الرخصة في اليوم الواحد، وهذا شيء جيد، وهذا حقيقة يحفز ويدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية في داخل المدينة. نعم أستاذ منصور، أعود إليك يعني ونحاول يعني أن نلقي الضوء على الميز النسبية، على الإيجابيات يعني التي يمكن استغلالها لتطوير المدن، لخلق الوظائف في المرحلة المقبلة. أيضا يعني نعود إلى إعلان رؤية 2030، إعلان برنامج التحول الوطني ومبادرات كل وزارة على حدة، كيف ننظر إلى المستقبل القريب للمدن بكافة ولتطويرها؟ والله ذكرت التحول الوطني وهذه الخطة الطموحة والغير مسبوقة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد. هذه فكرة طموحة من الناحية الاقتصادية والمستقبلية ولأبنائنا وأحفادنا ومستقبلنا وحاضرنا، وطموحها كبير جدا والآمال بعد الله معقودة عليها، ولكن لابد من تغيير الفكر الإداري لبعض الأجهزة الحكومية والاجتهادات الخاطئة، لابد أن نعمل عليها ونوجهها لتكون مؤهلة ل2030. نحن كلنا نتمنى أن نساهم وأن نعمل، ولكن إذا قيدت أيدينا وأفكارنا مع هذه الجهات الحكومية وتشريعاتها والبيروقراطية الزائدة فيها وعدم وجود طموح في هذه الأمانات، يعني عندك في مثلا في مدينة مكة المكرمة جميع المناشط التجارية والصناعية والتحويلية
في على 60 مليون متر تابعة للأمانة. المواطن لا يستطيع قيامة أي مشروع. فليس الاستثمارات البلدية أن أنا يعني أتملك وأحتكر جميع المشاريع الصناعية والتحويلية وقراشات السيارات وسكن العمال والصناعات الخفيفة والصناعات الثقيلة والمعارض كلها على أراضي أمانة العاصمة. إذا نحن ألو نعم نسمع أستاذ منصور. إذا نحن كمستثمرين نملك أراضي خارج النطاق العمراني ونحتاج أن نقيم مشاريع تنموية فيها صناعية أو تحويلية. لا نستطيع كله يقول لك موجود في أراضي أمانة العاصمة وهذه مخصصة لمثل هذه المرافق. فهذا أيضا تقييد الاستثمار واحتكار لأجزاء كبيرة إما كان جلها في نطاق الخدمات الاجتماعية والصناعية إلى آخره. فبالتالي تحجم المستثمر خاصة في مكة المكرمة عن العمل، وهذا أرجو أن لا يؤخذ من المسؤولين في أمانة العاصمة بصفة شخصية، لأن المواضيع أحيانا تفسر بصفة شخصية. ولكن أنا كمواطن لي طموحات وآمال أريد أن أحققها على أرض المملكة. أنا مواطن من حقي أن أقيم مشاريع تنفع أبنائنا وأحفادنا ووطننا، وأن نجلب أموالنا من خارج المملكة إلى أرض الوطن. وصلت فكرة أستاذ منصور. نعم أستاذ يوسف أعود إليك. في يعني في مرحلة قادمة أي القطاعات أيضا تسعون إلى تطويرها إلى دعمها إلى جانب القطاعات التي ذكرتها كقطاع التجزئة الصناعة وما ذكرته قبل قليل؟ تركيزنا الآن في المرحلة هذه والمرحلة القادمة بإذن الله سيكون على قطاع السياحة وكل ما يشمله من خدمات من ناحية تسكين ويعني إعاشة وغيره. فهذا بإذن الله سيكون هدفنا في المرحلة القادمة، هو التركيز على قطاع السياحة بشكل عام، خصوصا مع التوجهات الموجودة في رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني. دكتور أمير، يعني نتحدث عن السياحة كقطاع حيوي في مرحلة مقبلة أيضا، سنشهد بالفعل نقلة نوعية في هذا المجال؟ نعم طبعا، قطاع السياحة الحقيقة أنا أعتبره من القطاعات اللي كانت منسية في فترة سابقة. ويعني نشطنا في موضوع السياحة يمكن تقريبا 10 أو 12 سنة بعد إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث العمراني. وأعتقد أنه الحقيقة يعني أعتقد أنه المملكة لديها مقومات كبيرة في مجال السياحة. لدينا تراث عمراني كبير، لدينا مدن تراثية، لدينا معالم سياحية كبيرة، بجانب الحقيقة لدينا يعني أهمية سياحية كبرى قائمة طوال العام وهي الحج والعمرة. عندنا أماكن دينية، السياحة الدينية. يعني أنا أعتقد أنه لو نركز على هذا القطاع بشكل كبير ممكن أن نحقق عوائد اقتصادية عالية جدا وتكون الحقيقة رافد كبير للاقتصاد الوطني وفي عملية التنمية الوطنية الشاملة. فأنا أعتقد أن السياحة قطاع مهم وقطاع نحتاج أن نركز ونسلط الضوء عليه بشكل كبير وندعمه بشكل لكي يتم الحقيقة جعله أساس في عملية التنمية الشاملة في المملكة. ما دور التخطيط العمراني في التنمية الاقتصادية الاجتماعية يعني من خلال كباحث أكاديمي متخصص في هذا المجال؟ طبعا يعني مفهوم التخطيط العمراني يمكن لدى الإنسان العادي يفهم أنه فقط بناء المدينة من حجر ومن بناء والجوانب العمرانية، لكن الحقيقة من منظور علمي شامل لا يمكن أن تنمي المدينة بدون ما تدرس الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق البيئي. فبالتالي أعتقد دور التخطيط العمراني في عملية التنمية الاجتماعية دور كبير عندما تبني المدينة بشكل جيد وبشكل متناسق وبشكل متكامل. أنت حقيقة توفر الرفاه الاجتماعي للمواطن، وعندما تبني المدينة بشكل خاطئ وغير صحيح أنت تعيق عملية توفير الرفاه للمواطن. فبالتالي أعتقد دور التخطيط العمراني في توفير الرفاه الاجتماعي وفي تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة دور أساسي وكبير، ولا يمكن أن تحقق تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية مستدامة وقائم بشكل صحيح بدون التنمية العمرانية للمدينة. نعم أستاذ منصور، أعود إليك. كيف يتم التنسيق بينكم وبين مجلس الغرف السعودية بشكل عام على هذا النطاق؟
والله هناك في اللجنة الوطنية للعقار ومقرها الرياض، وتجتمع دوريا في مدن المملكة في الغرفة التجارية، ونتبادل بعض المشاكل ونطرح بعض طموحات رجال الأعمال والمكونات اللي موجودة عند الغرفة من مقترحات صناعية أو تجارية أو زراعية، ويتم العمل عليها من اللجنة الوطنية بمجلس الغرف بالرياض وترفع. ولكن المشكلة في التنفيذ، من يسمع ومن ينفذ؟ نحن جاهزين كرجال أعمال أن نساهم في بناء الوطن، ولكن نحتاج إلى أن يكون المناخ مناسب وأن يكون الطموحات توافق الأنظمة الموجودة، أو على الأقل عدم الاجتهاد الخاطئ من الجهات المختصة في تسيير المشاريع. ومن يتمنى أن يخرج أماله من خارج المملكة ويبني يعني مشاريع في خارج المملكة؟ أنا أجد نفسي على أرض بلدي ووطني، وأتكلم من وطنية يعني مخلصة، بأنه لابد من تغيير الفكر الإداري في بعض الأجهزة وتحكيم جهات رقابية وفتح قناة وأكد عليها في المجلس الاقتصادي الأعلى لإطلاع على بعض المشاكل لتحول الفكر والاقتصاد إلى مرمى إليه سمو سيدي ولي العهد إلى 2030، وهو التحول الوطني الكبير المأمول. نعم أستاذ يوسف، كيف تساهم مؤسسة نماء المنورة وغيرها من المشاريع بخلق وظائف مستدامة للشبان للشابات، وهل لديكم يعني أرقام حول عدد الوظائف المتاحة من هذه المؤسسات؟ نعم، بس أنا حقيقة أحب أؤكد على كلام زميلي الأستاذ منصور، لأنه هو ذكر نقطة أنا أراها فعلا جوهرية ومحورية، وهو التنفيذ. نعم. نقطة التنفيذ هي فعلا مهمة، وهي ما ينقصنا في كثير من المشاريع، وهذا الحمد لله وفضل الله هو النهج الذي انتهجناه، حيث أنه ما ركزنا كثير على صرف وقت طويل في دراسات وبحوثات، ليس تقليلا من أهميتها، ولكن هدفنا كان التركيز على موضوع التنفيذ. إجابة على سؤالك، هو توفير الوظائف من خلال جميع المبادرات التي نقوم فيها، من خلال التمكين الاقتصادي، بحيث أنه مثلا المتخرجات من دورات المعامل المنورة بإمكان بيكون عندهم خبرة كافية، بحيث أنه هي ممكن تبدأ في إنتاج حرف متخصصة بخبرات عالمية ودولية، في نفس الوقت تقدر تتمكن من استخراج تراخيصها المطلوبة من مكان واحد في مقر واحد في مركز الخدمة المنورة، في نفس الوقت تقدر تتوسع هذه الخدمات وإنتاجها الحرفي، بدل أن يكون من إمكانية معمل بسيط إلى أنها ممكن تأخذ مصنع من مصانع المدن الجاهزة التابعة لحدائق المنورة الصناعية. فكل هذه فرص توفر وظائف لأبناء وبنات المنطقة، بالإضافة إلى بقية المشاريع مثل قطاع التجزئة. الآن عندنا خلال تقريبا سنة وظفنا تقريبا أكثر من 100 وظيفة لأبناء وبناء المدينة في قطاع التجزئة فقط. نعم. فما بالك في بقية القطاعات. طبعا احنا ما بنتكلم على الوظائف المباشرة فقط، احنا بنتكلم بالإضافة إلى الوظائف الغير مباشرة، فمثلا مشاريع تابعة لمخرجات هذه المشاريع في نماء المنورة، مثلا كمصانع، كسبلايرز أو مزودين نتعامل معهم وموردين، كل ما تعاملنا معهم وزدنا من إنتاجياتهم وزيادة الأعمال معهم، إحنا بنساعدهم في صحيح. إنتاجهم ورفع إنتاجهم ورفع كمياتهم، فهذه أيضا أحد أدوارنا المهمة اللي نركز عليها، وكلها موجودة عندنا ومرصودة في الأرقام المستهدفة أو الكي بي آيز الموجودة عندنا في نما. نعم دكتور أمير، يعني في هذه المدن مهم جدا دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعني قد تكون عائلات لديها يعني حرف أو يعني لا نقول مصنع ولكن يعني عمل بسيط، هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أي مدى تساهم بالفعل في تنمية هذه المناطق، الأسر المنتجة، المنشآت الصغيرة، المصانع المحدودة رأس المال أو عدد الوظائف؟ طبعا المنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة يعني لو ناخذها من منظور عالمي هي المحرك الرئيسي للاقتصاد. صحيح. على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية، في كثير من دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا في آسيا في اليابان، هي الحقيقة اللي توظف الشريحة الكبرى من المجتمع. حنا الحقيقة داخل الاقتصاد الوطني المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة لم تفعل الحقيقة بشكل الكبير،
ولم الحقيقة تعمل بشكل جيد لكي تدعم الاقتصاد الوطني ولكي تخلق الفرص بالذات ما يتعلق بخلق الوظائف وأحداث الوظائف. نعم. فأنا أعتقد أنه المنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة لها دور كبير. نعم. ويجب أن يعزز هذا الدور. صح. ويجب الحقيقة أن تعطى الفرصة. يعني أنا ذكرت قبل شوي وتناقشنا في موضوع السياحة على سبيل المثال قطاع السياحة أحد الحقيقة الفعاليات اللي حفزها ونشجعها قطاع السياحة اللي هو نشط النشاطات الحرفية والمحلية. نعم. يعني تعمل بعض المدن وبعض المناطق مهرجانات محلية تستطيع من خلالها بعض الأسر المتوسطة والصغيرة تحاول تعرض منتجاتها. نعم. التراثية المهنية غذاء الخاص في هذه المنطقة وهذه المدينة، وهذا الحقيقة يساعد هذه الأسر ويدعم اقتصاد المحلي بشكل أو بآخر. أنا الحقيقة فقط أرغب أن أعلق على نقطة ذكرت فيما يتعلق بعملية كيف نحقق التنمية المستدامة وفيما يتعلق موضوع التنفيذ المشاريع. نعم. طبعا أحد أكبر التحديات تواجه التخطيط بشكل عام والتخطيط الحضري والعمراني بشكل خاص تنفيذ هذه الخطط. نعم. تنفيذ هذه الخطط تحتاج إلى جهات متعددة. يعني الخطة الشاملة للمدينة هي ليست فقط معنية عنها وزارة الشؤون القروية، وأن معنية بجميع الجهات الحكومية، البنى التحتية، وزارة المياه، وزارة الصناعة، وزارة الكهرباء. كل هذه الجهات تحتاج أن تتضافر الجهود وتعمل مع بعض في تحقيق هذه الخطة بشكل أو بآخر. فبالتالي أعتقد يعني الآن مع مشروع التحول الوطني والرؤية للعشرين ثلاثين مع الأحداث مجلس الاقتصاد والتنمية، أعتقد أنه الآن أصبحت الفرصة أكبر الحقيقة لعملية التنسيق، بحكم أن الآن أغلب المعنيين بقطاع الخدمات موجودين تحت مجلس واحد، مظلة واحدة. وبالتالي إذا كان هناك أي تحدي يواجه أي قطاع مثل ما ذكر زميل في مكة فيما يتعلق بالتنمية في مكة المكرمة وفيما يتعلق مشاريع الإسكان، ممكن الحقيقة ضمن مجلس الاقتصاد والتنمية تستطيع أن تناقش مثل هذه القضايا وتحاول أن تذلل هذه العقبات. نعم. هذه أعتقد إن شاء الله يعني في الفترة القادمة يعني إن شاء الله مع هذه الرؤية سوف تساعد في حل هذه القضايا بشكل أو بآخر. نعم. أستاذ منصور أخيرا يعني سؤال أخير عن الأسر المنتجة في مكة المكرمة ومدى مساهمتها في الدورة الاقتصادية في المنطقة. والله الغرفة التجارية الصناعية في مكة اطلعت بهذا الدور، وحيث لم تسلم لها أرض لإقامة هذه المناشط استضافت الأسر المنتجة وفق فعاليات يعني شهرية في مبنى الغرفة التجارية الصناعية في مكة، وتقدمت فيها في الدعاية والنشر والترويج لها للأخذ بيدهم وإقامة هذه المناشط بشكل مستمر يكاد أن يكون شهري، وأعطت نتائج. وهناك فرق كبيرة جدا لمناشط الشباب أيضا مستمرة ونشطة، ولكن تعمل في حدود المتاح لها من التسهيلات من الجهات الحكومية. شكرا لك أستاذ يوسف. نقطة أخيرة تود أن تذكرها قبل أن نختم ربما لم نعرج عليها في حلقتنا اليوم. حقيقة أشكركم جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. شكرا لك. وإن شاء الله بإذن الله يعني نعمل كثير على يعني قدمنا الشيء البسيط، وأمامنا إن شاء الله تحديات أكبر، وبإذن الله سنحاول على تقديم الأفضل للنمو وازدهار الاقتصاد في منطقة المدينة المنورة. بإذن الله. وأحب أركز على أنه نقطة الاقتصاد في المدينة إن شاء الله بإذن الله هي بيئة جاذبة للاستثمارات. نعم. إذا دكتور أمير نقطة أخيرة تود أن تذكرها قبل أن نختم. هي في يعني جانب مهم يمكن ما تناولناه وتمنى الحقيقة أنه نشير له بشكل بآخر. يعني لدينا الحقيقة تجارب ناجحة محلية، تجربة. نعم. الهيئة الملكية للجبيل ينبع في بناء المدن الصناعية. نعم. في الجبيل ينبع هي الحقيقة تجربة ناجحة، ويمكن الحقيقة الاستفادة من عندها في عملية بناء المدن مستقبلا وتخطيط لها. نعم. أيضا الحقيقة شركة أرامكو السعودية في بعض النماذج التخطيطية اللي عملتها في الأحياء السكنية الخاصة. صحيح. بشركة أرامكو السعودية أيضا الحقيقة هي نماذج يعني ناجحة فيما يتعلق بتطوير الأحياء وتوفير الخدمات المتكاملة في داخل الحي. نعم. أعتقد يمكن البناء على مثل هذه النماذج وتطويرها لكي تعمم المدن الأخرى والاستفادة من هذه التجربة بشكل بآخر. نعم. بدل ما نروح نبحث دائما عن دول خارجية أو تجارب. صحيح.
عالمية، هناك الحقيقة تجارب محلية ممكن البناء عليها وتطويرها بشكل أفضل. صحيح. الدكتور أمير العلوان أكاديمي وباحث متخصص في التخطيط الحضري بمعهد الإدارة العامة، شكرا جزيلا لك دكتور. أشكر ضيفي من المدينة المنورة أستاذ يوسف رفا نائب رئيس تنفيذي للتنمية التجارية في نماء المدينة، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكر ضيفي من مكة المكرمة الأستاذ منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر طيب متابعتكم وإلى اللقاء.